النصارى والله. شعار هذه الدورة الصناعة التقليدية مورود حضاري وقاطرة للتنمية. نرحب بالوفد الرسمي المحترم باسم رئاسة غرفة الصناعة التقليدية الأصيلة والسيد رئيس جامعة طنجة والسيد وأعضاء غرفة الصناعة التقليدية بجهة ومحلية ومحلية التعاونيات بربع المملكة الحبيبة. خصنا احلى مركز احلى مستعدين نعلمو ولو ما جانا غير نعلمو نعلمو البرشمان ونعلمو الترسان اليدوي. اما الالي موجود لكن اليدوي في طريق. اليوم تقول تتواجدوا معنا في المعرض الجهوي السادس بمدينة طنجة. هذا المعرض يجي في سلسلة ديال اللقاءات اللي ديال المكتب الإداري ديال غرفة الصناعة التقليدية وكذلك الجمع العام. هو اللي برمج هاد المعارض لانه المعارض تقريبا هذه واحد العامين ما عملناهاش، كانت كوفيد، وحنا باش نحلوا واحد العدد ديال الاشكاليه ديال التسويق ديال المنتوج ديال الصناع التقليديين ارتئينا باش نديروا هاد المعارض. بدينا بازيله ومن ازيله مشينا للقصر الكبير، من القصر الكبير عملنا وزان، ودابا الان حنا في مدينه طنجه. هاد المعارض هو عنده واحد الصبغه خاصه، اذا حنا اللي تنسوقوا من هاد المعارض هذا الجهوي نجاح كبير كما كانت النجاحات في باقي المعارض. وكذلك نتمنوا من الساكنه ديال طنجه او ديال الجهه ديالنا انها تزور هذا المعرض لان فيه منتوجات عاليه. صانع تقليدي الحاصر تقليدية، والمدة ديالي اللي عندي كنخدم فيها مدة ديال واحد كنقول لك واحد 60 عام وانا كنخدم فيها، ما خدمت حتى شي حرفة من غير هاد الصناعة هادي ملي خلقت. وشاركت في المعرض عام 1969 وراهي الشهادة الشرفية ديالي ثانية. وهذا ما نقول لك. كيفاش يكون هذا المعرض؟ المعرض كيعيطوا لنا باش كنبيعوا هاد الشليعه هادي على حسب طبقاتي كتمسى، كيعيطوا لنا المعرض فين ما كان شي معرض كيعيطوا لنا. اي والله هادي اللي كاين، علاش طبقاتي كتمسى في السوق؟ حنا كنا كنفرشوا المساجد، عرفتي فتي انا اعوذ بالله من قلت انا كنت كنفرش 30 40 الف متر في السنه من تيتوان الى الحشيمه. المساجد لازم تكون حتى لعند، ولكن تاخرت الوزاره عملت الزرابي ما عندنا ما اسف اسف اودي اسف. خميس دنجرة عمل فحص انجرة رئيسة التعاونية الأمانة للدراسة من 2005 أسسناها وتعطتنا في إطار المبادرة التنمية البشرية، تعطانا مقال المواد الأولية، تعطانا الماتريال، والحمد لله وصلنا شي كذا 80 مستفيد اللي استفدوا من هذه التعاونية هذيك من 2005 لحد الآن. الحمد لله اليوم شاركنا في هذه المعارض باش عاود يستافدوا الناس ديال التعاونية، وكنشكروا هاد الناس اللي شاركوا اللي عملوا لنا المشاركة وسهروا على هذا المعرض، تنشكروهم. متواجدين هنايا في
في اطار فعاليات ديال المعرض ديال الصناعه ديال التقليديه. فكما لا يخفى على الجميع بان الصناعه التقليديه يجب ان تتكاتف الايدي من اجل النهوض بقيمه ديال الصانع التقليدي، خصوصا وحنا كنعرفوا بان كاين حرب قويه ديال الهويه بين الدول، فاذا كان الماء غادي يكون كيهدد البشريه بالحروب فان الهويه الثقافيه فهي الكل كيتسابق دابا على السبق وعلى ابراز الهويه الثقافيه ديال اي بلاد. وما نساوش الدور اللي تعملت له خصوصا الاضواء اللي تسلطت مؤخرا على قضيه ديال الزليج البلدي المغربي، فيجب الحفاظ على هذه المكتسبات، خصوصا وان المملكه الشريفه فهي من الانظمه العريقه والضاربه في القدام. كنعرفوا بان المملكه عندها 12 قرن بالاضافه الى الامتداد الامازيغي التاريخي، فيجب الحفاظ على هذه الهويه باعطاء قيمه مضافه للصانع التقليدي المغربي. معكم تعاونية عبير شمال لصناعة مستحضرات التجميل الطبيعية، الشموع الطبيعية والديكور والعطور. مرحبا بكم في المعرض الجهوي لمدينة طنجة، منتجات تصنع لكم بحب. ننتظر الزوار الكرام يجيو عندنا إن شاء الله ويزوروا الأروقة ديالنا، إبداع الأنامل الشمالية. وبهذه المناسبة كنوجه الشكر الجزيل لغرفة الصناعة التقليدية برئاسة السيد أحمد باكور والمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية وجميع الشركاء والداعمين لهذا المعرض. احنا في أمس الحاجة لهذا المعرض بحكم أن الصانع المغربي التقليدي كيعرف البيع المباشر، كيعتمد عليه بصفة كبيرة في تسويق المنتجات ديالو خصوصا بعد الأزمة ديال كورونا.